باسم الرعية رعية سيدة الجبل بنرحب بسيادة المطران رئيس المطارنا بير باتيتسا بتسابلا، أهلا وسهلا سيدنا. كمان بنرحب بالخوارنا الرهبات، وبنشكر وزارة السياحة على حضورها ممثلة في الأمين العام لوزارة السياحة السيد عيسى جمو، وجميع الأجهزة الأمنية في محافظة عجلون. شكرا للجميع وقداس مبارك للجميع. شكرا. بسم الله والابن وروح القدس الإله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. أخوة الإخوة، لنذكر خطايانا ورندنا لايخا فنكون أهلا لكمة الأسرار المقدسة. أنا تعرف رحمنا لك القدير وغفر لنا لزلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. As we venerate the glorious memory of the Most Holy Virgin Mary, Lady of the Mount, grant we pray, O Lord, through her intercession, that we too may merit to receive from the fullness of your grace. Bil Masih Rabbina. يروي لنا النبي أشعيا كيف تفرح النفس بالله الذي يخلصها وكيف يزينها بجمال نعمته وبهاء حضوره. إني أسر في الرب. القراءة الأولى قراءة من سفر أشعيا النبي. فرحا أفرح بالرب تبتهج نفسي بإلهي، لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر، مثل عريس يتزين بعمامة، ومثل عروس تتزين بحليها، لأنه كما أن الأرض تخرج نباتها، وكما أن الجنة تنبت مزروعاتها، هكذا السيد الرب ينبت برًا وتسبيحًا أمام كل الأمم. كلام الرب. الشكر لله.
اسمعي يا بنت وانظري وأرهي في أذنك، انسي قومك وبيت أبيك، فيصبو المالك إلى حسنك، إنه مولاك وله تسجدين. أنت ممجدة كل المجد يا مريم، بنت الملك ممجدة كل المجد في حجلته، ومطارزة بالذهب حواشي ملابسها، في ثياب موشاة تزف إلى الملك، والعذارى وصفاتها في إثرها، يقدمنا بين يديك. أنت ممجدة كل المجد يا مريم، يقدمنا بفرح وابتهاج، ويدخلنا قصر الملك، يكون لك البنون عوضا من الأجداد، وتقيمهم أمراء على جميع البلاد. أنت ممجدة كل المجد يا مريم. تتحدث القراءة الثانية عن مريم الأم الحنون التي اختارها الله ليتمم بها سر الخلاص، والتي هي دائماً الخيط الواصل بين الأرض والسماء، لتثبتنا في محبة الله وفي وحدانية الشراكة معه كأبناء في ملكوته. أرسل الله ابنه مولوداً لامرأة. القراءة الثانية. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطيا. أيها الإخوة، ولما تم الزمان أرسل الله ابنه مولودا لامرأة، مولودا في حكم الشريعة، ليفتدي الذين هم في حكم الشريعة، فننال التبني. والدليل على كونكم أبناء أن الله أرسل روح ابنه إلى قلوبنا، الروح الذي ينادي يا أبتي، فلست بعد عبدا بل ابن، وإذا كنت ابنا فأنت وارث بفضل الله.
فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيل الباشر. المجد لك يا رب، المجد لك. في ذلك الزمان أتى سمعان الهيكل بدافع من الروح، ولما دخل بالطفل يسوع بواه ليؤدي عنه ما تفرضه الشريعة، حمله على ذراعيه وبارك الله فقال: الآن تطلق يا سيد عبدك بسلام وفقا لقولك، فقد رأت عيناي خلاصك الذي أعددته في سبيل الشعوب كلها، نورا يتجلى للوثنيين ومجدا لشعبك إسرائيل. وكان أبوه وأمه يعجبان مما يقال فيه، وباركهما سمعان، ثم قال لمريم أمه: ها إنه جعل لسقوط كثير من الناس وقيام كثير منهم في إسرائيل وآية معرضة للرب، وأنت سينفذ سيف في نفسك لتنكشف الأفكار عن قلوب كثيرة. كلام First of all, I greet all of you, the parish priest, the sister, all this beautiful gathering from all Jordan. بداية أنا بهنيكم على هذا التجمع، أنا سعيد أن أكون حاضر معاكم أمام هذا التجمع الغفير والصلاة من أجلكم. I'll be short, also because there is two homilies in English and in Arabic, so it will be short. راح أكون قصير لأنه طبعاً مع الترجمة راح يأخذ وقت. Only three points. فقط ثلاث نقاط. The first concerning the expectation to Jesus. الأولى تتعلق بالتوقعات حول يسوع. I think every one of us was in condition that we are waiting for someone, anxiously waiting. We want him or her to come. And وهذا أيضا ينطبق علينا لما إحنا نتوقع شغلات معينة مثلا من يسوع. So at every من أي شخص كان. So we are waiting for someone. لما ننتظر مثلا شخص. And at every noise, everything, every gesture, we go and see if it's him or her who's coming. لما نكون في حالة انتظار وبنكون مترقبين لأنه نسمع إذا في حركة، في أي علامة، أي ضجة حتى نتوجه لهم. So at the first signal that is coming, we immediately recognize that it is coming.
ونكون في هذا الانتظار. أول علامة منلاحظها فورا ننتظر ونتوقع قدومه. This was the what happened in the gospel. هذا ما حصل تماما في إنجيل اليوم. We are in the temple. A lot of people like today. نحن في الهيكل كما نحن مجتمعين اليوم. هناك كثير من الناس. Lot of families. Lot of children. كثير من العائلات. كثير من الأطفال. But this Simon was waiting for Jesus, and while the others are not waiting for anyone, just doing their things, he was waiting. Immediately he saw him. وأمام هذا الجمع اللي كان في الهيكل كما يذكر الإنجيل هناك سمعان اللي كان مترقب كان في حالة انتظار ووعي إلى هذه العلامات والإشارات. Because his heart was all in anxious waiting for him, and immediately he recognized him. وكان قلبه يقظ إلى مجيء المسيح وفورا وعي على هذه الإشارة. If you don't look for something, you don't see it. إذا ما نتطلع شوقا لشيء معين راح نخسره. So the first question is that we have to learn to look for Jesus. أول شيء راح نتعلمه هو أن نتطلع نحو المسيح بكل أنظارنا ووعينا. Jesus is coming. Jesus is present. But if we don't look for him, we don't find him. يسوع آتٍ يسوع حاضر ولكن إذا ما نتطلع نحو قلبنا ليس يقظ باتجاهه راح نخسره. So the first teaching today that we have to learn to look for him. أول شيء نتعلمه اليوم هو أن نتطلع نحو المسيح أن ننتظر قدومه. The second point. النقطة الثانية. Simon said to the parents of Jesus, Joseph and Mary, that Jesus will be a sign of contradiction. وسمعان اللي كان ينتظر المسيح حكى لوالدي يسوع أنه سيكون علامة فارقة. This is a great truth. وهذا فعلا حقيقي. Jesus for 2000 years always has been a source of contradiction. يسوع يعني لحد الآن لألفين سنة هو علامة ومصدر لهذه التناقضات. We see everywhere in the world. نجدها في كل أنحاء العالم. The last Easter, you remember for Easter, a lot of Christians were killed because they were Christian. إذا بتتذكروا في عيد الفصح السابق هناك كثير من المسيحيين الذين قتلوا. Toward Jesus, there is no gray or black and white or yes or no. في الاتباع نحو يسوع هناك فقط جوابين يا نعم يا لا. And to be Christian means to say yes to Jesus. وأن تكون مسيحي هو أن تقول نعم لله ليسوع. And this has a price. وهذا يتطلب أن تدفع الثمن. I think every one of us in his experience of life knows how sometimes it's difficult to say yes to Jesus. وأكيد كلنا عندنا هذه الخبرات قديش صعب أنك تحكي يس تحكي نعم ليسوع. Yes, everyone understands, don't worry. Okay. So it's important. We say to look for Jesus, but when you find him, to say yes every day, not just the first time, then finished. To say yes every day to Jesus. جدا مهم أن عندما تتطلع نحو المسيح في هذه العلاقة اليومية تحتاج يوميا إلى أن تقول نعم لله لمشيئته في حياتك. And to be ready to pay the price. وأن تكون مستعد لدفع الثمن. Because what we find in Jesus is greater of any other things. لأنه ما سوف تجده في المسيح هو أعظم من كل شيء آخر على هذه الأرض. Third point. النقطة الثالثة. Simon also said to the Virgin Mary that a sword will trespass your heart because Jesus will be someone painful for you. وسمعان أيضا حكى جملة لأمنا مريم العذراء أنه سينفذ سيف في قلبك لأن هناك أيضا شخص ما يجب أن يتألم في هذا المسيرة. And the reference of course is that Jesus
is already a sign of contradiction during this time, and they will go to the cross, will be killed. وأيضا هي علامة أخرى أن يسوع هو إله نحكي علامة التناقضات سوف يذهب إلى الصليب هذا إله يموت على الصليب. I think there is nothing more difficult, more painful for a mother to see her children die. ولا شيء مؤلم أكثر من أن أم ترى ابنها يموت يتألم على الصليب. I see here many women, many mothers, I suppose. أرى هنا كثير من الأمهات موجودين. I think that for all the mothers that have something in their heart, a kind of a sword also, because their concern is for the children, for the family, for all a lot of concerns. وأكيد كل الأمهات هنا بيحملوا في قلبهم شيء من الهم والقلق حول أبنائهم اللي يتمنوا لهم دائما الأفضل. Because of that we come here today. ولأجل ذلك إحنا اجتمعنا هنا اليوم. The mothers need to open their heart to the mother. أمهاتنا اليوم هم بحاجة أيضا أن يفتحوا قلبهم للأم مريم العذراء. Only the heart of a mother can understand the heart of another mother. هو فقط قلب الأم الذي يستطيع أن يفهم قلب الأم الأخرى. So we are here to bring to the mother. I remember my family. There are things that we have to think only to the mother, and she knows how to organize because the father says no. We want the father to say yes. We go to the mother, and she prepares the thing in order to arrive to the yes. I think this happens in all the families. سيدنا بذكر شيء عن عائلته. وبيحكي احنا بنتذكر انه لما كنا بدنا شيء البابا يحكي عنه نعم بنحاول نمرره من خلال الامنا حتى تتواسط لنا نوعا ما. So we come here not just to stop all our prayers to the Holy Virgin. We want to arrive to our Father God, but we need the heart of the mother that will present to our Father all our concern and all what is in our heart. ومشان هيك احنا اليوم نقدم لأمنا مريم العذراء كل ما نحمل في قلبنا وهي ترفع وتقدمه الى ابنها الاب السماوي وهو نهايتنا هناك دائما نتوجه. So we pray that we bring to her all our concerns for all our families, for our country, for all what is needed, and we know that everything is in the heart of God through the Virgin Mary. ولذلك نحن اليوم حتى نقدم إلى أمنا مريم العذراء كل احتياجاتنا، قلقنا، تطلعاتنا، آلامنا، آمالنا نحو الله الآب من خلال أمنا مريم العذراء. So may the Lord bless all of us, all our concerns, all what is in our heart through the Virgin Mary. Amen. ليباركنا الله جميعا باسم أمنا مريم العذراء. آمين. نؤمن بالله واحد. In humility and faithfulness, Mary gave birth to her son, the eternal Son of God,
the Word made flesh. Let us join her as we come to the Father in prayer. أيتها الأم العذراء، يا من تفوقين سائر الخلق اتضاعا وسموا، نسألك أن تتضرعي لنا عند ابنك يسوع بأن يحفظ قداسة البابا فرانسيس ورئيس أساقفتنا بير باتيستا كي يقود الكنيسة بهداية الروح القدس في طرق القداسة، فيظهر صورة الله في العالم من خلال أعمالهم وأقوالهم. إلى الرب نطلب. أنت يا أم الرحمة، أطلبي لنا من يسوع من أجل مليكنا المحبوب جلالة الملك عبد الله الثاني، ليعبه الله الحكمة ويمده بالصحة والعافية، ليبقى راعياً للأردن وحاميه، وليحفظ الله أردننا في نعمة السلام، وليثبت أواصر الأخوة والتضامن بين المواطنين ليسيروا في طريق الخير. إلى الرب نطلب. أيتها الأم البتولة الفائقة القداسة، يا من كنت لنا عونا مستديما، إليك نتوسل أن تقفي إلى جانب عائلاتنا المسيحية، وخصوصا تلك التي تمر بمختلف الصعوبات، كي يجدوا في المحنة طريقا إلى تثبيت الحب، ولتبقى العائلة المقدسة هي رمز وأساس عائلاتنا المسيحية، فيكونوا شهداء أمناء لرسالة المسيح على الأرض. إلى الرب نطلب. يا ملكة السلام، نتوسل إليك من أجل أن تعم الوحدة والسلام في العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، فلتحول قوة الروح القدس البغضة إلى محبة، وحب الانتقام إلى مغفرة، فيفيض السلام في القلوب، فتتحقق العدالة والوحدة بين الدول والشعوب. إلى الرب نطلب. أيتها البتول مريم، نذكر أمامك الأب يوسف نعمات الذي خدمك بأمانة وثبت حياته بالتعبد إليك، فشجع المؤمنين من الاقتراب إليك وبنى لك هذا المزار الذي يأمه المؤمنين من مختلف دول العالم، فاذكريه لدى ابنك يسوع. إلى الرب نطلب. تحنني يا أمنا البتول على جميع الموتى المؤمنين من أهلنا وأخوتنا وأقاربنا وجميع الأنفس المطهرية المنسية، ليكونوا جميعا من ذوي الميراث السماوي وشركاء في مواعيد ابنك السماوية، فننال نحن وإياهم مراحم ابنك وننال غفران خطايانا. إلى الرب نطلب. أيتها البتول مريم سيدة الجبل الفائقة القداسة، تحنني علينا وتشفعي لنا لدى ابنك يسوع، كي لا يسمح بأن تبعدنا الصعوبات عن طريق الإيمان والرجاء والمحبة، وليرى فينا الآخرون شهودا حقيقيين للمسيح. إلى الرب نطلب. بالمسيح ربنا. آمين. طعام الفقراء، نقدم لهم ما هو من حقهم، نقدم لهم مما تمننا الله عليه من عطايا، لنعيش المحبة الأخوية الصادقة ونشعر بلذة العطاء،
ونرى الابتسامة على وجوه من وصفهم المسيح بقوله: فكلما صنعتم هذا لأحد من إخوتي فلي قد صنعته. فاقبله يا رب وبارك. الورود. هذه الورود التي تلبس بها الطبيعة بألوان عجيبة تسر النظر. تعرف حق المعرفة أنك يا مريم تفوقينها جمالاً وبهاءً، وهي تدرك أن قيمتها تزداد وعبيرها يفوح أضعافاً عندما توضع عند قدميك. فاقبلها يا رب وبارك. البخور. مع دخان هذا البخور ورائحته الزكية نجبل صلواتنا وشكرنا وابتهالاتنا، مرددين مع أجواق الملائكة والقديسين أنك قدوس إلى أبد الآبدين، ونرفعه إلى عرشك السامي. فاقبله يا رب وبارك. المسبحة الوردية. كل حبة من حباتها تنساب بين أنامل المصلين الواثقين بمفعولها العجيب والذي يزودنا بالنعم ويغمرنا بالبركات. نقدمها لك يا أمنا، طالبين إليك أن تلهب قلوبنا بحبك وحب ابنك. فاقبلها يا رب وبارك. الخبز والخمر. بهما تتم ذبيحة الصليب كل يوم وعلى مدار الساعة على هياكل الرب في كل بقعة من أنحاء العالم. هما غذاء البشر الذي لا ينضب ونبع الحياة لكل ظمآن. هما جسد ودم من يتجسد على هيئة طفل ليبدأ مخطط الخلاص ويختمه بجسد معلق على الصليب ليكون ذبيحة كفارة عن كل البشرية. فاقبله يا رب وبارك. يا سر سامي be mine.
صلوا أيها الإخوة إلى الأخ الأبي القدير كي يقبل مني ومنكم عادي على ضبيها. We offer you the sacrifice of praise, Lord, as we rejoice in commemorating the mother of your Son. Grant, we pray, that through his most holy exchange, we may advance towards eternal redemption. Bilmasih Rabbina. Rabbum Akum. Linarfa kulubana ilal ula. Linashka Rabba ilahana. It is truly right and just, and our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, and to praise, bless, and glorify your name on the feast of the day of the Blessed Ever Virgin Mary, Lady of the Mount. For by the overshadowing of the Holy Spirit, she conceived your only begotten Son, and without losing the glory of virginity, brought forth into the world the eternal light, Jesus Christ our Lord. Through him the angels praise your majesty, dominions adore and powers tremble before you, heaven and virtues of heaven, and the blessed seraphim worship together with exaltation. May our voice, we pray, join with theirs in humble praise as we acclaim. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا خذوا فاشربوا منها كلكم هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا اصنعوا هذا لذكري. هذا سير الإيمان كلما كنا على الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك نقدم لك يا الله خبز الحياة والكأس الخلاص ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك
نبتغي إليك خاشعين، نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم اذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، وبلغها كمال المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس ورئيس أساقفتنا بير باتيستا وجمع الأساقفة والكهنة والشمامسة وجميع أبناء هذه الرعية. أذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة، وجميع المتوفين لرحمتك اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهيم. وإياك نسأل أيضا أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله، والقديس يوسف خطيبها العفيف، ومع رسل الأطهار ومار الياس وماري ألفونسين وجميع القديسين الذين أرضوك جيلا بعد جيل، فنسبحك ونمجدك إلى أبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح المسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الأب القدير في وحدة الروح القدوس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. وإننا امتثالا لوصية مخلص واستنادا إلى تلميخ لله نتصور فنقول: أبانا الذي في السماء ليأتك ناجنا يا رب من جميع الشرور، تفتح وامنح السلام في أيامنا، هددنا برحمتك وفتنا من الخطيئة، لنعمل كورة رب، نحن المقتدرين في رجاء سعيد، مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة والمجد إلى الدهور. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام استودعكم سلام أمنحكم، لا تنتوا إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك. وتنازل وأوليخ الوحدة والسلام بحسب مشيئتك أنت الخير مالك إيد الهي دهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما ومع روحك. بمحبة تبادلوا سلام المسيح. وداع الخميل خطى العالم، توب للمدعوين إلى وليمة الرب.
يا رب الأسلام أحضر تدخل تحت قصري لكن كل كلمة واحدة تبرأ نفسي. لطفا بخصوص المناولة راح يكون هناك 10 نقاط للمناولة، بس ما عليك إلا تتبع الشمسية مع الشاب اللي بيكون موجود فيها. لنتقدم بقلوب يلهبها الحب لنقبل المخلص الفادي ضيفا عزيزا ونملكه على مجامع قلوبنا وكل حواسنا، لتصبح أجسادنا بيوتا مهيئة يسكنها المسيح كما سكن في رحم العذراء في غابر الزمان. حبي داره تبغي رضاه.
حبي فيك يرسي فاقتلع منه الصدى ضع في قلبي روح قدسي إذ بك طالو غدا قلب ربي فيك قلبي ذاب شوقا وانضنا قلبي فيك حبي داره تأبى الفناء Thank you.
Sally. Renewed with this heavenly food, we humbly implore you, Lord, that having received your Son, born of the tender Virgin, under sacramental signs, we may profess him in words and hold fast to him in deeds. Bilmasihi Rabbina. الآن ستبدأ الدورة بصورة العذراء سيدة الجبل على النحو التالي: الصليب، الشموع، البخور، صورة مريم العذراء سيدة الجبل والكهنة. نرجو من الجميع عدم ترك أماكنهم، الرجاء الالتزام بالمكان، الالتزام بالهدوء كمان، لأن المراسم الاحتفالية لسه ما خلصت. يا أمة الله، يا حنونا، يا كنز الرحمة والمعونة، أنت ملجأ
أنت أمنا وأبونا
الرب معكم. بشفاعة مريم العذراء أم الله بارككم ولكم الله القدير على كل شيء الله أب والابن والروح القدوس آمين. اذهبوا بسلام وفرح المسيح. هللويا هللويا. الشكر لله. هللويا.